يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا اليوم على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث الأزمة السودانية، في حين يسود الهدوء والحذر جبهات القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم ما قبل الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار. وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فيفكي في الاجتماع تقريرا للقادة يتضمن رؤية الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة السودانية، وتتضمن الرؤية وقفا شاملا لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف حوار شامل يضم كافة السودانيين. وقال فيفكي إن مجلس السلم والأمن يطالب بإشراك المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار السودان، ولن يشارك السودان في الاجتماع حسب ميثاق مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي لا يسمح لأي دولة معنية بالنزاع بالمشاركة في الاجتماع. ويذكر أن المجلس ينعقد على مستوى الرؤساء للمرة الأولى لبحث الأزمة السودانية التي سبق أن بحثت على مستوى المندوبين الدائمين 3 مرات.